طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوجة. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ هذه النشرة كالعادة بأهم العناوين. المرجعية تندد بسفك الدماء وتؤكد حماية المتظاهرين واجب القوات الأمنية فقط. تظاهرات متواصلة في بغداد وإصابات خلال محاولة مكافحة الشغب فضحة. مهلة جديدة من متظاهري الناصرية للبرلمان، رئيس الوزراء يختاره الشعب. واشنطن تبحث تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران لثلاثة أشهر أخرى. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. شددت مرجعية النجف على وجوب حماية المتظاهرين من قبل القوات الرسمية حصرا، مؤكدة أنه لا غنى عن القوات الرسمية في تفادي الوقوع بالفوضى والإخلال بالنظام العام. لا غنى عن القوات الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والإخلال بالنظام العام، فهي التي يجب أن تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين وكشف المعتدين والمندسين والمحافظة على مصالح المواطنين من اعتداءات المخربين، ولا مبرر لتنصلها عن القيام بواجباتها في هذا الإطار، كما لا مسوغ لمنعها من ذلك أو التصدي لما هو من صميم مهامها، وعليها أن تتصرف بمهنية تامة. وبشأن قضية تشكيل الحكومة، رأت مرجعية النجف أن الحكومة التي تحل محل حكومة السيد عادل عبد المهدي المستقيلة يجب أن تكون جديرة بثقة الشعب. أن الحكومة الجديدة التي تحل محل الحكومة المستقيلة يجب أن تكون جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني أو للتدخلات الخارجية. وتؤكد المرجعية الدينية مرة أخرى أنها
غير معنية بالتدخل أو إبداء الرأي في أي من تفاصيل الخطوات التي تتخذ في هذا المسار. هذا وأصيب عدد من المتظاهرين بعد ساعات قليلة على خطبة المرجعية المنددة بأعمال العنف التي شنها مسلحون خلال أيام الأسبوع الماضي، وبث ناشطون مشاهد مصورة استخدام قوات مكافحة الشغب بنادق الصيد تجاه المتظاهرين بشكل مباشر، وتعالت هتافات المتظاهرين المنددة باستخدام العنف من قبل مسلحين والمشددة على دعم المرجعية للتظاهرات في الخطبة الأخيرة. إلى ذلك أعلن متظاهرو الناصرية عن خطة لإجراء استفتاء لاختيار رئيس وزراء بديل لمحمد توفيق علاوي، كون الأخير شخصية جدلية ومرفوضة من كل ساحات التظاهر بالمحافظات على حد وصفهم. هذا وطلب المتظاهرون القضاء والمفوضية والأمم المتحدة بمراقبة الاستفتاء وتحديد موعده خلال أسبوع، على أن تكون مراكز الاستفتاء في مراكز المحافظات لمدة يومين ضمانا لعدم تسويفه. وهدد المتظاهرون بمليونية في بغداد على أعتاب المنطقة الخضراء في حال رفض المقترح. بالنظر للمطاولة والتسويف لمطالب الشعب الحقة، وخصوصا جزئية منصب رئيس الوزراء، والتي أكدت ساحات التظاهر والمرجعية الرشيدة بوجوب اختيار شخصية غير جدلية، ورغم ذلك تم اختيار شخصية جدلية ورفضت من قبل جميع ساحات التظاهر. لذلك سنأخذ على عاتقنا مسؤولية الاختيار لاجتياز الجدلية. لذا ستكون عملية الاختيار هي عن طريق الاستفتاء، استفتاء شعبي عام بمراقبة وإشراف ساحات التظاهر والقضاء والمفوضية والأمم المتحدة للتصويت على الشخصيات التي تقدمها ساحات التظاهر لإشغال المنصب. ويحدد موعد إجراء الاستفتاء خلال أسبوع من الآن، على أن تكون مراكز الاستفتاء في مراكز المحافظات ولمدة يومين منعا لتسويفه وتسهيل إجراءه شاملا جميع المحافظات مع الإقليم، على أن تطرح آلية الاستفتاء بوقت لاحق، وإلا ستكون مليونيتنا التي أعلنا عنها سابقا على أعداد خضراء وفاء لدماء شهدائنا منعا للتسويف والمماطلة. المسجد من لم يقف على الحياد وقدم دمه لبناء وطن أفضل، المجد والخلود لشهدائنا والشفاء العاجل للجرحى. تفاصيل أكثر حول خطة متظاهري الناصرية نتابعها في هذا التقرير. إنما يمر به بلدنا العزيز من ظروف صعبة. اختيار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أحدث شرخا جديدا في ثقة العراقيين بالأحزاب السياسية، فعلاوي وكما يقول المتظاهرون لا تنطبق عليه أي شروط، سواء تلك التي وضعوها أو التي حددتها المرجعية الدينية. الحراك الشعبي في العراق هدد بتصعيد الاحتجاجات في حال لم تجري السلطات المسؤولة استفتاء شعبيا لاختيار شخصية تكلف بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة خلال فترة أسبوع واحد، وذلك بعد أن اتفقت ساحات التظاهر على إجراء استفتاء شعبي لمنصب رئيس الوزراء، ومنحت الحكومة ومفوضية الانتخابات والقضاء أسبوعاً واحداً للإعلان عن الآلية التي سيجري بها الاستفتاء للخروج بموقف موحد من رئيس الوزراء القادم. المتظاهرون يقولون إن الساحات ستتولى ترشيح شخصيات غير جدلية وغير حزبية ومتماشية مع توجيهات المرجعية الدينية في المجف، وعليها إجماع وطني، وستقدم إلى الجهات الرسمية لغرض طرحها في الاستفتاء الشعبي. لكن التحضير لاستفتاء شعبي وإجراءه سيحتاجان للكثير من الوقت، وهو ما يجعله خيارا مستبعدا في الوقت الراهن. غير أن هذا المطلب يأتي فيما يبدو للضغط على القوى السياسية لطرح بديل عن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يحظى بدعم الحراك.
أظهر مشهد مصور خلسة ضابطا وهو يغادر ساحة التربية في محافظة كربلاء أثناء إجرائه مكالمة مع مسؤوله المباشر، وأوضح المشهد الضابط غاضبا ينتقد فيه هجوم مسلحي القبعات الزرق وقتل المتظاهرين في الساحات وصمت القوات الأمنية إثر مهاجمتهم بالأسلحة، مهددا بالقتل إذا استمرت أعمال العنف. ينضم إلينا الآن مباشرة من عمان المحلل السياسي الأستاذ أمير الدعمي. الأستاذ أمير، إذن أبدأ معك من الفيديو الأخير في النشرة، ضابط يتصل برئيسه المباشر ينتقد هجوم القبعات الزرق على المتظاهرين ويهدد بقتل نفسه إذا استمرت أعمال العنف، هل هذا دليل آخر على أن الدولة العراقية باتت مصادرة بشكل تام من قبل بعض الجماعات المسلحة؟ نعم، تحية لك سيدي الكريم وتحية لمشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك. يعني أنا أعتقد أن اليوم خطبة المرجعية أجابت على تساؤلك هذا عندما قالت لا بديل عن الأجهزة الأمنية وعن الدولة في حفظ الأمن، وبالتالي أنا أعتقد هذه الحالة أو حالات أخرى يعني حقيقة أهانت الدولة العراقية وأهانت الحكومة بأن أصبحت على الحياة تتفرج على أن يكون قد يكون من هناك مندسين يحاولوا أن يشوهوا الصورة أو يحاولوا أن يخلقوا الفتنة بين المتظاهرين وبين يعني فيما بين المتظاهرين، وبالتالي أنا أعتقد اليوم الحكومة مساءلة والحكومة هي المسؤولة أولا وأخيرا عن كل ما يجري، ولو كان هناك تحقيق شفاف وتحقيق حيادي لقصر الأجهزة الأمنية وأولها وزارة الداخلية على ما جرى على اعتبارها أنها كانت تتفرج على حالات قتل مشهودة من أشخاص ضد أشخاص آخرين، أو هناك من أخذ دور الأجهزة الأمنية باتجاه يعني محاولة يعني بلبلة وزعزعة الأمن، وبالتالي اليوم الدولة العراقية الحكومة وحتى وزارة الداخلية هي مسؤولة عن ما جرى عن كل ما جرى في هذه السؤال الجريمة. هنا سيد أمير، من سمح لهذه الجهات التي أشرت إليها بأخذ دور القوات الأمنية؟ ألا يوجد هيكلية واضحة للقوات الأمنية، لدور القوات الأمنية، للجهات المنوطة بحماية المتظاهرين وحماية ساحة التظاهر؟ يعني أولا خلينا نكون واقعين، اليوم احنا في ظل لا دولة، الفوضى التي نعيشها اليوم في العراق تشير إلى أنه لا دولة اليوم في العراق، أو عفوا لا حكومة، الدولة العراقية قائمة منذ 1921 لكن لا حكومة اليوم في العراق، وبالتالي هناك كل من له القوة وله السلطة وله النفوذ السياسي والسلاح ممكن أن يتسيد الشارع وبالتالي تغيب الحكومة، ولضعف الحكومة اليوم الحكومة ليس فقط في هذا المشهد أو غيره، هناك جرائم قتل حصلت والحكومة لا تعلم عنها شيء، واجب الحكومة هو فرض الأمن أولا في كل حكومات العالم قبل الغذاء وقبل أي شيء أن توفره لشعبها هو توفر الأمن، بالتالي غياب الحكومة والدور الحكومي أناط المسؤولية أو أخرج هنا أو هناك من هو يتسيد الشارع، وبالتالي الحكومة هي التي خلقت الفوضى وجعلت من الآخرين أن يتسيد الشارع وأصبحت شاهد زور على كل ما يجري من عمليات قتل وعمليات أخرى. طيب سيد أمير، أشرت في بداية حديثك عن خطبة المرجعية والقول بأنه لا غنى عن القوات الأمنية الرسمية في حماية المتظاهرين، يأتي ذلك بعد بيان سيد مقتدى الصدر وطلبه من القبعات الزرق بحماية المنشآت الخدمية وما إلى ذلك، هل هذا يعد رسالة من المرجعية للسيد مقتدى الصدر بسحب القبعات الزرق من ساحة التظاهر في العراق؟ نعم، أولا اليوم خطاب المرجعية هو تأكيد لخطابات سابقة بخصوص أن لا بديل عن الأجهزة الأمنية أيا كان من يقول يعني أو يساند أو يحاول يساند القوات الأمنية، بالتالي نعم قد تكون هي رسالة واضحة وصريحة أنه لا يمكن لأحد أن يأخذ دور الأجهزة الأمنية، مع العلم قد تكون نية سيد الصدر هو محاولة أن يحد من الاحتكاك أو يحد من حالة أو يقلل من حدة التظاهرات أو الرفض العام لحكومة سيد محمد توفيق العلاوي، وبالتالي
اسمح لي هنا بالمقاطعة، يعني ما الذي تعنيه بأن السيد مقتدى الصدر يحمل نية تخفيف الاحتكاك، ويعني بعد تعيين السيد محمد توفيق علاوي زاد العنف تجاه المتظاهرين، قتل بالصور والفيديوهات واضح منتشر على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، كان آخره ما حدث بالنجف، كيف يمكن أن نفهم أن نية السيد مقتدى الصدر هي منع الاحتكاك وأن ما يجري على أرض الواقع مختلف تماما؟ يعني الحقيقة هناك من يذهب إلى أن للسيد الصدر وجهة نظر، وجهة النظر تقول أنه يجب أن تنتهي هذه التظاهرات بعد أكثر من 100 يوم دون أن يعني، وهو الخلل قد يكون على المتظاهرين أنفسهم على اعتبار لم يقدموا شخصية إلى البرلمان أو إلى رئيس الجمهورية حتى ممكن أن تنهي حالة الفوضى اللي تعيش في بغداد، اللي تعيش المحافظات وبغداد خصوصا، وبالتالي هو محاولة من السيد الصدر قد يكون لدعم حكومة محمد توفيق علاوي على أمل أن تنهض وأن تقدم ما وعدت به. بالتالي وجهة السيد الصدر قد تكون وجهة نظر محترمة، لكن لا أن تذهب إلى أخذ دور القوات الأمنية. يعني اليوم الدولة بجيشها وداخليتها، أما ما خارج هذا المسميين يعتبر خارج نطاق الدولة. لكن السيد الصدر بصفته يعني اليوم له قاعدة جماهيرية، له تكتل سياسي، قد يكون يذهب باتجاه دعم هذه الحكومة. لكن الدستور سيد أمير الدعمي يحمي حق الشارع في التظاهر، والمتظاهرون منذ البداية كان أساس المطلب الأساسي لديهم هو اختيار شخصية رئيس وزراء من قبل الشارع، وتم طرح بعض الأسماء فيما تم الالتفاف من قبل بعض الأحزاب في البرلمان واختيار شخصية محمد توفيق علاوي. يعني الدستور الذي نتحدث عنه يكفل حق التظاهر في الشارع. يعني اولا خلينا يعني نذهب بعيدا عن كلمه دستور، لا دستور اليوم في العراق، الدستور اليوم انتقائي، سحق على الدستور من قبل الكتل السياسيه بانتهاء المده الدستوريه التي حددت باختيار رئيس الحكومه او باختيارات اخرى، وبالتالي اليوم الدستور انتقائي، اذا ما اراده السياسيين ذهبوا للدستور، لكن عندما يتعارض مع طموحهم وامتيازاتهم يركنون الدستور عرض الحائط. نعم الدستور نص على أن التظاهر حق من حقوق الشعب العراقي ولا يمكن يعني إنكار هذا الحق، لكن الكتل السياسية عندما تختلف أو تتصادم أو تلتقي بمصالح الشعب العراقي تذهب إلى ركن الدستور بعيدا. لذلك أنا أعتقد اليوم الحديث بالدستور أصبح من الماضي، على اعتبار أنه تم سحق الدستور في كثير من الفقرات خصوصا باختيار والمدة الدستورية والسقوف الدستوري باختيار الحكومة. نعم اليوم الدستور نص على أنه للشعب العراقي حق التظاهر، لكن الكتل السياسية والأحزاب لا تحترم هذا الحق لأنه يتعارض مع مصالحها. نعم، إذا نحن نتفق أنه يتم تجيير الدستور حسب مصلحة بعض الأحزاب. سيد أمير أشرت إلى أن الشارع لم يرشح شخصيات لرئاسة الحكومة، اليوم هناك مبادرة من قبل متظاهري الناصرية بإجراء استفتاء لاختيار شخصية رئيس وزراء جديد بديلا عن محمد توفيق علاوي الذي تم اختياره بعيدا عن رغبات الشارع خلال مدة أقصاها أسبوع، ما رأيك بهذه المبادرة؟ نعم قد تكون هذه المبادرة متأخرة، لكن رغم عظمة هذه الثورة أو رغم عظمة هذه الاحتجاجات التي يسجلها التاريخ بحروف من نور، لكن ما يعيب هذه الاحتجاجات طيلة 100 يوم أو أكثر لم تذهب إلى أن تكون هناك واجهة لهذه التظاهرات موحدة تذهب بخطاب وتحدد مطالبها بشكل رسمي. اليوم الانقسام الحاصل داخل الساحات وحتى اختراقها من قبل الأحزاب، اخترقت هذه التظاهرات من قبل الأحزاب، وهناك شخصيات مستقلة وشخصيات نزيهة كان ممكن أن تأخذ وتلعب الدور في رئاسة الحكومة، لكن هناك أحزاب اخترقت هذه التظاهرات وسقطت هذه الأسماء، ومع العلم قد يكون يتفق عليها الشارع. لذلك أنا أعتقد نعم هي خطوة باتجاه الصحيح، لكن خطوة متأخرة بعد أن تم تسمية وتكليف السيد محمد توفيق علاوي. لذلك هذه الخطوة قد تأتي إذا ما تم الاعتذار من قبل السيد محمد توفيق علاوي. نعم، وأنا ما يطالب به بعض الأيام إذا ما استمر ضغط الشارع. نعم، اتضحت الصورة. إذا ما استمر ضغط الشارع واستمر ضغط الكتل السياسية باتجاه المغانم الحزبية والفئوية، أعتقد السيد محمد توفيق سيعتذر عن التكليف وممكن أن تذهب باتجاه هذه الخطوة. نعم، أشكرك المحلل السياسي أمير الدعمي، كنت معنا من عمان، أشكرك جزيل الشكر. الأخبار مستمرة.
ناقش رئيس الجمهورية برهم صالح مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني آخر المستجدات على الساحة العراقية لمناقشة المجريات بتشكيل الحكومة العراقية. وقال بيان لمكتب برزاني إن الأخير ناقش مع رئيس الجمهورية الحلول اللازمة لتجنيب العراق الفوضى والتدهور الذي يشكل خطرا على البلاد، مشيرا إلى أن الطرفين أكدا أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب. وأشار الجانبان إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تعمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ الخدمات وتوفير ما عجزت عنه الحكومة السابقة. اعتبرت رئاسة إقليم كردستان أن ما تعرض له المتظاهرون في النجف هو سلب لحقوق كفلها الدستور العراقي وتعد على الحرية، فيما أشار إلى أن تشكيل الحكومة بأقرب وقت ممكن سيساهم في تخفيف حدة التوتر الحاصل في البلاد. وأدان رئيس إقليم كردستان جرفان بارزاني حادثة النجف واصفا إياها بالجريمة الفاضحة، وأضاف بارزاني أن المطالب التي خرج بها الشعب مشروعة، مؤكدا دعم الإقليم لها وداعيا في الوقت ذاته إلى وقف كل أشكال العنف والتصعيد بحق المتظاهرين السلميين، مبينا أنه على الجميع أن يفهموا أن مشاكل وامتعاض ومطالب المواطنين لا يمكن قمعها ولا معالجتها باستخدام القوة. وفي الوقت عينه وبغية إنهاء هذه الأزمة ندعو لحسم عملية تشكيل الكابينة الجديدة بأقرب وقت وفق قول بارزاني. لذلك اتهم أعضاء في مجلس النواب العراقي البرلمان بالتقصير المتعمد في استجواب الوزراء ومراقبة عمل وزارتهم. هذا وقال النواب أن تقصير الحكومة ورئاسة البرلمان كان واضحا لعدم تنفيذ الاستجوابات، مضيفين أن الدور الرقابي للبرلمان لم يرتقي إلى مستوى الطموح وصار الفساد علنا. تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية تمديد الإعفاء الممنوح للعراق من قبل العقوبات المفروضة على استيراد الطاقة الإيرانية. نعم، صحيفة وول ستريت جورنال قالت أنه على الرغم من الخلاف الحاصل داخل الإدارة الأمريكية حول تمديد الإعفاء للعراق، إلا أنها توصلت إلى القرار النهائي لكنها لم تعلنه حتى الآن. وأشارت مصادر في البيت الأبيض إلى أن هذا التمديد ربما يكون الأخير، وبعدها ستتم مفاتحة الجانب العراقي بشكل رسمي لإيقاف الاستيراد. بدأ العراق العمل بالخطة الوقودية التي ينبغي من خلالها أو سوف يستغني من خلالها عن الطاقة المستوردة من إيران. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي إن العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران والدول المستوردة منها للطاقة كانت تشير إلى عدم التعامل بالعملة الصعبة، لافتا إلى أن العراق يتعامل بالعملة الوطنية وهو بذلك لن يخرق أي اتفاقية، مؤكدا أن العمل يمضي بوتيرة متسارعة للاستغناء عن الطاقة المستوردة. كشفت تقارير أمريكية عن زيارة عسكرية سرية إلى العراق حملت تحذيرات للقيادات السياسية في بغداد. وأكدت التقارير أن مسؤولين عراقيين يضغطون على الحكومة العراقية لتجميد الحديث عن رحيل القوات الأمريكية وانسحابهم الفوري وإعادة التفكير بالعلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، خاصة أن كل الأسلحة والطائرات والتكنولوجيا العسكرية أمريكية وتستخدم في التصدي لتهديدات تنظيم داعش الإرهابي الذي يحاول العودة في شمالي وغربي العراق، محذرين من احتمالية فقدان تلك التكنولوجيا والعتاد. وأوضحت التقارير أن هناك اجتماعات خلف الأبواب المغلقة تجري مع الكتل السياسية، مؤكدة أن هذه الاجتماعات الخاصة مختلفة تماما عن الخطاب العلني، حيث يرغبون في الحفاظ على علاقات شراكة مع أمريكا. الآن ينضم إلينا مهند الجنابي المحلل السياسي عبر الأقمار الصناعية من أربيل. مرحبا بك سيد مهند. سيد مهند، بداية هناك اتهام لرئاسة البرلمان بالتقصير أو بالتستر على قضايا استجواب ومراقبة عمل بعض الوزارات، مستغلة هذه القوى السياسية الوضع الصاخب الذي تعيشه حاليا ساحات التظاهر سواء في بغداد أو في المحافظات الوسط والجنوب. بالتالي ألا يندرج هذا ضمن مسلسل أو توصيفات الفساد المستشري في العراق عن طريق هذه المرة استغلال الوضع الذي يعيشه العراق؟ مساء الخير، تحية لكم وللسادة المشاهدين. حياك. تقصير البرلمان واضح ليس في هذا الجانب أو في مجال الاستجوابات وأداء دور الرقابي، هو تقصير واضح في الاستجابة لمطالب المتظاهرون الذين خرجوا في الأول من أكتوبر وفي امتصاص هذه الأزمة واستيعابها، وأيضا في طرح
برامج وطرح قوانين أو التصويت على قوانين تتناسب مع احتواء هذه الأزمة التي توسعت واليوم أصبحت يعني بطريقة هي خارج إطار السيطرة. صحيح، هذا ناقشناه سابقا مع السيد أمير الدعم. نعم، في قانون الانتخابات بالضبط. في قانون المفوضية بالضبط سيد مهند، هذا ما ناقشناه نعم. سابقا مع ضيفنا السابق السيد هذا نعم. لكن هذا الموضوع لا يمكن هناك أن نفصله. نعم، إذن لا ينبغي فصل بين موضوع مطالب المتظاهرين وكذلك تقصير البرلمان في محاسبة الفاسدين. نعم أكمل. المنظومة السياسية بمجملها هي تتعاطى مع الأمور وفقا للمصالح أو وفقا للطريقة التي بنيت بها هذه الكابينة الوزارية وهذه الدورة الانتخابية، ونعلم جميعا ما حصل بعد انتخابات عام 2018 من تقسيمات ومن يعني تقسيم للنفوذ، تقسيم للأدوار وتقسيم للمناصب السياسية. هذا التقصير يتحمله جميع أعضاء مجلس النواب وجميع قادة الكتل السياسية في أن يمارسوا دورا رقابيا أو دورا تشريعيا يصب في مصلحة العراق ويصب في مصلحة المواطن العراقي وحاجات الضرورية ومطالب الحقيقية التي ينادي بها، وهذا أيضا دوره يكون في دعم أو تقوية الحكومة. لاحظنا بأنه واحدة من أهم الأسباب التي وصل إليها العراق هو أن الحكومة المستقيلة كانت حكومة ضعيفة بسبب تقييدها من قبل كتل سياسية داخل البرلمان في فرض شخصيات وزراء مناصب إلى آخره. طيب، هذا ما أسهم بشكل مباشر في إضعاف الحكومة وفي عدم قدرتها على أداء الوظائف الحقيقية المطلوبة من عندها، وبالتالي هذه الصورة التي وصل إليها العراق هي نتيجة تراكم في هذه الفوضى وعدم الاستقرار السياسي سواء كان في مجال السلطة التشريعية أو في مجال السلطة التنفيذية. سيد مهند، يبدو أن هناك إجماع على أن تعقيد المشهد الحالي يتحمله أو تتحمله القوى السياسية وبالتالي يتحمله البرلمان تباعا. هذا يعني أن أي رئيس وزراء مقبل سوف تأتي به هذه القوى السياسية لن يحل أي مشكلة يواجهها العراق حاليا، هل تتفق مع ذلك؟ بالضبط، أتفق مع جنابك، وهذا ما طرح على مستوى المتظاهرون عامة وحتى على مستوى النخب والمثقفون الذين حاولوا وطرحوا رؤى حول علاج هذه الأزمة. سيد الكريم، اليوم في العراق لدينا أزمة هي تنقسم إلى شقين. الشق الأول بأن العراق بحاجة إلى رئيس وزراء لا يرشح أو لا يكلف وفقا للمنظومة التي كان يكلف بها رؤساء الوزراء السابقون، وهي منظومة المحاصصة السياسية. هذا الشق الأول. والشق الآخر أن تشكل حكومة قادرة على أداء المهمات المطلوبة منها في هذه المرحلة الانتقالية التي نمر بها، وهي يعني قضايا تعتبر تتعلق بصلب الاستقرار العراقي والأمن الوطني العراقي. من أبرزها هي التهيئة لانتخابات مبكرة، حصر السلاح بيد الدولة، وأيضا الإسهام في تعديل قوانين مهمة وقوانين ضرورية. هذه الحكومة إلى حد الآن إذا كانت الرؤية وإذا كان التوجه وفقا للآليات السابقة، آليات المحاصصة وآليات المكاسب والاستحقاقات الانتخابية التي انهارت مع ثورة أكتوبر، أعتقد بأنه الأمور وأن هذه الحكومة التي كلفت حكومة محمد علاوي لا أعتقد أنها سوف تكون قادرة على أداء هذه المهمات وهذه المطالب. اليوم نحن في مرحلة استثنائية وفي ظرف حساس. طيب، لا يمكن أن نتعامل بنفس الآليات السابقة وبنفس الأدوات. قضايا كبرى تنتظر الحكومة، عليها أن تكون من القضايا الكبرى على سيد أدائها مهند. لا أعتقد أنه الآلية التي رشح بها طيب السيد علاوي سوف تكون أو سوف تمكنه من أداء هذه الواجبات وهذه المهمة. من القضايا الكبرى التي تتحدث عنها سيد مهند، ربما الحديث عن الوفد العسكري اليوم الذي تحدثت عنه مصادر غربية وكذلك انتشر في الإعلام الغربي أن وفدا عسكريا زار العراق وحمل رسالة تحذير بشأن إيقاف أو تجميد أي تحركات من قبل البرلمان العراقي إذا ما أمضى قدما بشأن قضية سحب القوات العسكرية الأمريكية في العراق، وربما سوف نعود إلى مربع العقوبات الأمريكية التي طالما يهدد بها ترامب. برأيك هل سوف يستلم الرسالة أو سوف تصل الرسالة واضحة إلى القوى السياسية العراقية ويعني توقف موقفا هذه المرة موقفا صريحا من قضية الانسحاب الأمريكي بالعراق باعتباره قضية ربما تؤثر بشكل كبير جدا على الوضع الحالي أو الوضع الراهن؟ أستاذ عبد الرحمن، بناء علاقات خارجية للدولة يجب أن يكون وفقا لمعيار المصلحة الوطنية للدولة، ويجب أن ينظر ما هو تأثير
الاتجاه السياسي أو القرار السياسي الذي يتخذ من قبل الدولة وانعكاسه على المصلحة الوطنية العراقية. دعنا نتكلم بصراحة، مطلب انسحاب القوات الأمريكية هو ليس مطلب الجماهير التي خرجت في ثورتها التي استمرت ولا تزال مستمرة للشهر الخامس على التوالي، دخلنا في الشهر الخامس. هذا مطلب كان من قبل قوى سياسية، قوى متنفذة، وقزمت المطالب الشرعية في القضاء على منظومة الفساد التي أوصلت البلاد إلى ما وصل إليه بأنها مطالب تتعلق بالوجود الأمريكي وبالانسحاب الأمريكي. لا أعتقد بأنه هذا القرار أو هذا الاتجاه هو يعبر عن تطلعات الشعب العراقي. اليوم الشعب العراقي لسان حاله يقول دعنا نبني البيت الداخلي ودعنا نعزز ونتخلص من المشاكل الحقيقية التي يعاني منها العراق، سيد مهند، ثم نتجه وبسبب لبناء علاقات خارجية تحترم السيادة العراقية ونفرض السيادة العراقية. أريد أن أستثمر وجودك معي سيد مهند، يعني على أثر تقزيم المطالب التي تحدثت عنها قبل قليل، على أثر ذلك كانت هناك اليوم انتقادات أو يوم أمس انتقادات أممية على لسان غوتيريش للحكومة العراقية، ووصفت ما يجري للمتظاهرين العراقيين بأنه حالة قمعا رهيبة، لكن بالمقابل يبدو أن الحكومة العراقية يبدو أن هناك تغافلا واضحا للنداءات الأممية بالتحذير. ما سر هذا التغافل الحكومي برأيك؟ الواضح بأنه القرار السياسي العراقي والقرار الأمني العراقي هو أسير لقوى سياسية، قوى حزبية، قوى تمتلك فصائل مسلحة، وهذا المشهد واضح اليوم لجميع العراقيون. مصادرة هذا القرار السياسي والقرار الأمني من قبل هذه القوى وهذه الميليشيات هو ما يضعف الموقف الحكومي، وهو ما يجعل الحكومة العراقية معزولة عن محيطها الخارجي، وهو أيضا ساهم بشكل مباشر في عدم الاستماع لمطالب المتظاهرين ومطالب الشعب العراقي. نلاحظ اليوم بأنه من أبرز هذه الحالات، يعني الحالة التي حصلت بدخول أنصار التيار الصدري إلى ساحات التظاهر، وهذه الأزمة والتصعيد الخطير الذي تسبب به هذا الاحتكاك المباشر، بأنه كانت لدينا حالة، إذا تكلمنا عن ما يتعلق بالتيار الصدري، كانت هنالك حالة احتكار لورقة الشارع، وهي ورقة كان يستخدمها زعيم التيار الصدري ضد شركاء السياسيين والقوى السياسيين والقوى السياسية في تحريك الشارع للضغط عليهم باتجاه إصلاحات حسب وجهة نظره ربما لا تتفق مع الإصلاحات التي يطلبها الشعب العراقي. نعم، وهذا ربما ما سبب انتقادات هذه أممية. هذه الورقة لم تعد حكرا على 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 التيار الصدري. بالضبط، وهذا ربما ما سبب. بالضبط، هذه الورقة لم تعد حكرا على التيار الصدري. اليوم الشارع العراقي يتحرك بعيدا عن هذه التأثيرات وهذه التدخلات، وهو عامل مساعد في مصادرة القرار السياسي من المؤسسات الرسمية. إذا تحدثنا عن وجود عراق رسمي بمؤسساته، وهذا العراق ضعيف أمام عراق غير رسمي، عراق تتحكم به الأطراف السياسية والقوى السياسية. وصلت واتضحت الفكرة سيد مهند الجنابي المحلل السياسي، كنت معنا من أربيل، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. أكد وزير الموارد المائية جمال العادلي أن الوزارة بصدد إنشاء مشروع فتح مهرب جديد لسد حمرين في محافظة ديالى، وذلك لتلافي حدوث أي فيضان يحصل في المستقبل. العادلي أشار أثناء زيارته للموقع على مشروع المهرب القديم، أو مشروع إنجازات تجاوز بعض الدور السكنية على مشروع المهرب القديم، سيجبرنا على إنشاء مهرب جديد لتلافي كميات المياه الكبيرة واحتواء الفائضة منها. الوزير أوضح أن الوزارة تسيطر على المياه هذا العام، ولا خوف من وجود فيضان أو ارتفاع في بحيرة حمرين. الهدف من الزيارة هو الاطلاع على سد حمرين اللي كان له دور فضل كبير على درء الفيضان عن ديالى وعن بغداد وعن المدن الجنوبية الأخرى جنوب بغداد على نهر دجلة. هو شيء الاطلاع عليه والاطلاع على الإمكانيات اللي بيه. ثانيا أكو عندنا مشروع مهم اللي المفروض نكمل تصاميمه، اللي هو المهرب، لأن من خلال النتائج اللي ظهرت لنا بعد دراسة كل ما جابه هنا بالفيضان العام الماضي، هنالك معوقات، هنالك مشاكل، هنالك صعوبات. حقيقة جابهتنا صعوبات كبيرة جدا العام الماضي بفيضان نهر ديالى، ولولا سد حمرين وسد دربن ديخان لكان المدن هذه ابتداء من بغداد جنوبا أو قبلها حتى ديالى أن تغرق. فعندنا مهرب لمياه سد حمرين
اللي هو مهرب صلاح الدين، مع الأسف العشرات بل يمكن المئات من العوائل سكنت في حوض هذا المهرب. فلهذا قررنا أنه نسوي مهرب جديد بدل المهرب القديم، حتى تحسبا لأي طارئ قد يحصل مستقبلا. أكدت لجنة الزراعة النيابية أنها سوف تحقق المحاصيل الزراعية، ستحقق الاكتفاء الذاتي لهذا العام بعد تصاعد الإنتاج. وقالت اللجنة إن الإنتاج في جميع المحافظات بدأ يتصاعد بشكل سريع، وهو بذلك سيحقق تعزيزا للموازنة من خلال عدم استيراد المواد الغذائية. يأتي هذا بعد أن أكد العراق العمل بالخطة الوقودية لإيقاف استيراد الطاقة من إيران. رجل من أهالي الفلوجة هو الحاج شاكر الفياض الكبيسي، اعتقلته القوات الأمريكية في معركة الفلوجة وأطلقت سراحه على الورق فقط، أما في الواقع فهو مفقود منذ 16 عاما. التفاصيل تتابعونها في هذا التقرير. هنا عند هذا المنزل في حي الرصافي في الفلوجة تبدأ قصة الحاج شاكر حمدان الفياض الكبيسي المعتقل لدى القوات الأمريكية في أواخر عام 2004، وأصبح مفقودا بعدها ليغيب عن عين عائلته منذ 16 سنة في مصير مجهول. والد الحاج شاكر حمدان عبد الله اعتقل في معركة الفلوجة الثانية بتاريخ 10/11/2004، وكان عمره آنذاك 68 سنة، وتم زيارته في سجن أبو غريب تحت الرقم الاعتقال 165251، وكانت صحته ليست بجيدة ومهمل في نفس الوقت، وكان الجو باردا بحيث أعطيته جواريبي ليلبسها، وكانت لنا هذه أول زيارة وآخر زيارة له. المفقودون من أبناء المدينة في معركة الفلوجة الثانية بلغ عددهم نحو 398 شخصا، وذووهم بحثوا عنهم في السجون الأمريكية في مختلف مناطق العراق لكن من دون جدوى. فعندنا حج شاكر حمدان هو اللي أحد قرايبي ويا أخوتي الثلاثة، هم اختفى وما نعرف مصيره علما حج شاكر، واجهنا آني وأخوه وابنه في أبو غريب، مسؤول على الأمريكان أثناء دخولنا. تكلمت وياه قلت له إحنا عندنا شخص إذا متوفي داخل من ضمن المساجين عندكم، شلون نسوي الطلب لاستلام الجثة؟ عاد الكلام علي، قال لي الشخص اللي يتوفى عندنا نسلمه منين اعتقلناه نسلمه فيه بنفس المكان. اختلاف المعلومات والبيانات في الوثائق الرسمية حجة يتشبث بها ذوي المفقودين المعتقلين لدى القوات الأمريكية لعلهم يحصلون على أي معلومة عن ذويهم الغائبين منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن. هنا تناقض واضح، كيف أن أطلق سراح 1/5 ويعطى وصل زيارة يوم 13/5/2005 ويعطى وصل ثاني أيضا يوم 18/11/2005؟ هناك تناقض صريح، هذا يدل على أن والدي تم إخفاؤه قصريا من قبل القوات الأمريكية. لقناة الفلوجة سلام خالد، الأنبار. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا قتل مدنيون في غارات روسية على إدلب، والنظام يواصل خرق اتفاقية خفض التصعيد. سوريا سيطرت قوات النظام على مدينة سراقب في ريف محافظة إدلب شمال غربي البلاد، وذلك في خرق واضح للاتفاقيات التي رعتها الدول الضامنة في أستانا وسوتشي. وتواصل قوات النظام المدعومة من ميليشيات أجنبية التقدم صوب محافظة إدلب لتسيطر بعد اشتباكات عنيفة مع قوات المعارضة على مدينة سراقب بعد توفير المقاتلات الروسية غطاء جويا لها.
وما زالت قوات النظام بدعم من إيران وروسيا تواصل شن هجماتها على إدلب رغم تفاهمات سابقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة، آخرها في كانون الثاني الماضي ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني منذ أيلول 2018. وتسببت خروقات النظام وحلفائه كذلك بنزوح أكثر من 1.5 مليون شخص نحو الحدود مع تركيا منذ مطلع عام 2019. ارتفع عدد قتلى قصف النظام السوري وحليفته روسيا على منطقة خفض التصعيد بإدلب إلى 15 مدنيا. وأكد مركز رصد الطيران التابع للمعارضة السورية أن المقاتلات الروسية شنت غارات على كل من مركز مدينة إدلب وقرى سرمين ومعرة النعسان في ريف إدلب، فضلا عن قرى أخرى في ريف حلب، ليرتفع عدد القتلى إلى 15 مدنيا منذ بدء غارات المقاتلات الروسية على مركز مدينة إدلب أمس الخميس. في غضون ذلك أعلنت الولايات المتحدة دعمها الكامل للجيش التركي في الرد دفاعا عن النفس ضد هجمات النظام غير المبررة على مواقع المراقبة التركية. وشنت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت هجوما حادا على روسيا مؤكدة أن الطائرات الروسية تنتهك بشكل روتيني اتفاقيات وقف إطلاق النار. وأدانت كيلي الدعم الروسي للنظام السوري في تدميره للمستشفيات والعنف المتعمد ضد الأطفال والنساء والرجال الأبرياء، وقالت إن ذلك يبعث برسالة مخيفة مفادها أن النظام السوري وحلفائه يرفضون جهود مجلس الأمن الدولي لاستعادة الاستقرار في سوريا. إلى ذلك عم الغضب في الصين بعد وفاة طبيب بإصابته فيروس كورونا، والذي كان قد وبخ لأنه أطلق أول تحذير بسبب ظهور هذا الفيروس التاجي الجديد. وفاة الطبيب لي ويليام ليانغ من ووهان أعطت الأمر طابعا سياسيا، فهو كان من أول من بلغوا عن ظهور الفيروس في عاصمة مقاطعة هوباي أواخر كانون الأول الماضي، إذ كانت الشرطة قد استدعت الطبيب وسبعة أشخاص آخرين بعد تحذيرهم من الفيروس واتهمتهم بنشر الشائعات. وبات هذا الطبيب بمثابة بطل وطني بمواجهة المسؤولين المحليين المتهمين بمحاولة التكتم على المرض في بداية انتشاره. أنا غاضب لأن الأمر ليس مرتبطا بالطبيب فقط، قد يحدث الموقف مع أي شخص آخر في المستقبل. أعتقد أن عدد المبلغين عن المخالفات سيكون أكثر فأكثر، ربما يكون هذا الطبيب أحد القلائل في الوقت الحالي، لكن الوعي يزداد قوة وأقوى. تم تشخيص الطبيب في يناير وتوفي أمس، كان الجميع يشعرون بالصدمة، لم يتوقع الناس ذلك. يقال إن عائلته ليست في حالة جيدة، لقد ضحى بحياته من أجل بلدنا وكان صغيرا جدا في العمر، أنا متعاطفة للغاية معه. في خبرنا الأخير، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن آلاف المسافرين عالقون على متن سفن سياحية في اليابان بسبب فيروس كورونا. سفينة دايموند برينسس منعت من قبل السواحل اليابانية بعد التأكد من وجود 61 إصابة بين ركابها وطاقمها، ويخضع ما يقارب 3700 راكب على متن سفينة أميرة الألماس لحجر صحي مدته 14 يوما على الأقل. وجاء ذلك إثر اكتشاف إصابة رجل من هونغ كونغ في 80 من عمره كان على متن السفينة الشهر الماضي. هذه النشرة انتهت، تذكير بأبرز العناوين. المرجعية تندد بسفك الدماء وتؤكد حماية المتظاهرين واجب القوات الأمنية فقط. التظاهرات متواصلة في بغداد وإصابات خلال محاولة مكافحة الشغب فضها.
مهلة جديدة من متظاهري الناصرية للبرلمان، رئيس الوزراء يختاره الشعب. وواشنطن تبحث تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران لثلاثة أشهر فقط. وصلنا إلى ختام هذه النشرة مشاهدينا إذن، ولمزيد من الأنباء تابعوا الفلوجة دوت تي في وأيضا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء. في أمان الله. Thank you.